حياكم الله مشاهدينا الكرام في أهم أخبار الاقتصاد. حذر مختصون في الشؤون الجمركية من أن حجم الفساد في الإعفاءات الجمركية للمواد الاستثمارية سيزداد في المرحلة المقبلة. وأكد مختصون أن قيمة الاستيرادات العراقية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا، أي في حدود 73 تريليون دينار، وهذا ما من شأنه أن يوفر إيرادات جمركية للموازنة العامة تقدر بنحو 6 تريليونات دينار سنويا. وأضاف أن معدل نسبة العفاءات الاستثمارية وشركات القطاع العام والمختلط هي 40%، وهي بحدود 700 مليار دينار من الإيرادات الجمركية سنويا، وتمثل نسبة كبيرة من ضياعات مالية. ازدادت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بشكل طفيف في بورصة بغداد، في حين قل في كردستان العراق. فقد سجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148,250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة ببغداد، إذ بلغ سعر البيع 148,750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي، في حين بلغت أسعار الشراء 147,750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار دولار انخفاضا، إذ بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، والشراء بوقع 148,200 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. سوغت وزارة النفط الازدياد في أسعار مادة البنزين بزيادة الطلب مع وجود فرق في الأسعار بين المحافظات، إذ قال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب إن الأيام القليلة الماضية شهدت زيادة في الطلب على هذه المادة بسبب فرق السعر بين المحافظات. وعن البنزين المحسن عالي الأوكتين أكد طالب أن الشركة مستمرة باستيراد هذا النوع الذي تخضع أسعاره إلى البورصة العالمية، مبينا أن السعر العالمي للتر الواحد من البنزين المحسن يبلغ الآن 975 دينارا. ازدادت صادرات النفط العراقي إلى أمريكا بنسبة 74% في شهر تشرين الأول الماضي مقارنة بصادراته في شهر أيلول. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق صدر من النفط الخام لأمريكا في شهر تشرين الأول الماضي 5,952,000 برميل بمعدل 192,000 برميل يوميا، مرتفعا عن شهر أيلول الذي بلغت فيه الصادرات النفطية العراقية لأمريكا نحو 1.5 مليون برميل بمعدل 50,000 برميل يوميا. وبينت الإدارة أن العراق جاء في المرتبة الخامسة بأكبر مصدر لأمريكا بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وكولومبيا، وبالمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية. ازدادت أسعار النفط بعد أن رفعت شركة إنتاج النفط السعودية أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها، فقد ازداد خام برنت 90 سنتا ليصل إلى 83 دولارا و64 سنتا للبرميل بعد انخفاضه بنحو 2% الأسبوع الماضي. ورفعت أرامكو في وقت متأخر من الجمعة الماضي سعر البيع الرسمي لشركة نون الأول المقبل لمشتري خامها العربي الخفي في آسيا، رفعته إلى $2.70 سنتا للبرميل. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أو للنفط وحلفاء بينهم روسيا في إطار مجموعة أوبك زائد الأسبوع الماضي على التمسك بخطتهم لزيادة إنتاج النفط 400,000 برميل يوميا بدءا من الشهر المقبل. بنهاية أخبار الاقتصاد تقبلوا تحيتنا.